ازيكم يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العقرب ليوم الاثنين 17 اكتوبر تشرين الاول 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية الاولى مواليد 23 اكتوبر ل 2 نوفمبر. احنا مع بعض النهاردة في طريقنا للنجاح. كل الاشخاص اللي بيبقوا في محيط الشغل بيتعاملوا معانا بإيجابية، خاصة معانا. هتنتفع من الفترة دي علشان تواجه المشاكل الصعبة مع كل فريقك، وبالتالي هتتقرب أكتر من هدفك. هيساعدك الديناميكية اللي بتنمو بينك وبين الفريق علشان تعرف تقف بصلابة أكتر أمام أصعب التحديات وتوصلوا مع بعض للنجاح. بالنسبة ليك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية التانية مواليد 3 نوفمبر ل 12 نوفمبر. هتقوي كل الروابط الأسرية اللي عندك، هتخصص الفترات اللي جاية علشان تعيد كل الاتصال بأفراد أسرتك. انغماسك ومشاركاتك في حوارات مع أفراد الأسرة هيلاقي استحسان كبير ومشاركات كتير في حوارات مع أفراد الأسرة، فخليك مستعد ليه. حتى لو كان في اي خلافات عائلية ما تحلتش قبل كده، هيكون في تنبؤ بين الوقت النهاردة مماثل للتوافق وحسم الامور. بالنسبة لك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية الثالثة مواليد 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر. صداقاتك تعتبر قوية جدا، هتبقى صداقاتك دي عميقة اكتر، هتسترجع مع كل اصدقائك احداث وذكريات ماضية مش هتعرف تنساها. في وسط المجموعات اللي انت بتنتمي ليها بالاخص، هتتشابك سلسلة اجراءات جماعية حيوية ايجابية جدا معاك، هتقودك بكل سرعة مذهلة لهدفك. لازم تتقبل كل فرد على ما هو عليه، تخلي الطاقة تمشي بطريقتها. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هتجيلنا في مكان لازم نفرز من خلاله ايه الصالح لينا وايه اللي مش بيصلح لينا. الوقت النهاردة افضل وقت في الدورة القمرية علشان نبتدي مشروع مهم فيها. خلال مرحلة القمر دي هتشمل أنشطة مناسبة كتير لسداد الديون اللي عندنا وطلب الأموال المستحقة. هيدينا كل ده إننا نلاقي مكافآت كتيرة ونجري التقييمات الكبيرة وجرد للتعاملات الشخصية مع كل الأمور في الماضي. النهاردة هنرغب في إننا نشوف حاجات بشكل واقعي أكتر، هيكون تحت تأثير ده إننا ما عندناش أي عدم إيمان أو شكوك حول الأشخاص اللي حوالينا. مشاعرنا وتصوراتنا كبيرة جدا، التردد ممكن هيكون عندنا. هتشكل الشمس مثلث مع المريخ في اليوم ده هيشجعنا على الرغبة اننا ناخد اجراءات ايجابية اكتر.